السلام عليكم أصدقائي، هذا الفلوج اليوم كله عن معدات تصليح السيارات بكل أنواعها، ختمتها بهذا الفيديو. حاليا ساعة بالدعش بالليل، أنا حاليا دائما تجيلكم هذا الفلوج ونزله من ستاربوكس لأن ما عندي إنترنت. قلت لكم هذا الحكي بالفلوج اللي فات، أتمنى لكم مشاهدة أو من ممتع. شوفوا لي التلويزات فاتحين كوفي شوب عمي، يا ستاربوكس يا دانكن دونات يا بطيخ. ورا ما تحطون المكونات خذوها وراها الفرابتشينو الزين الاصلي عمي، شايفين هاي يمكن فوق ال 24 ساعه يبقى الشيء مثل ما هو، بارد ثلج ثلج. هذه تخيلوا، وبهاي العمليه هاي كوبين مال قهوه من ستاربكس، وهذا اذا تشتروه من ستاربكس هيك حجم صغيروني، سعره 4 دولارات ونص تقريبا. تعالوا اليوم اخوان عمر زكي شويه اذهلكم بهذا المحل، ايش قد عنده اشياء مال تصليح سيارات غريبه وعجيبه. هذا المحل كله ادوات مال تصليح، سواء تصليح بيوت تصليح سيارات، فهسه لازم ادور على قسم السيارات. هسه كمثال هذا كله اللي قدامكم انواع من المناشير، المنشار اللي يقطع حديد، اللي يقطع خشب، اللي بكيفك. واللي شفتوهم هم الحجم العملاق هنا، الاحجام اللي تكون اصغر اللي وياها، وهاي مالتها الدوائر. فهنا تجي تحتار يعني، ما اعرف منين ابدي وين اروح يا اخي، فتشي بس تستمتع الصراحه. فخلينا نستمتع يعني، شكو شغلات تتخيلها اثناء الشغل ممكن تحتاجها موجوده. هذا مثلا يحمي ظهرك او يساعد ظهرك، هذول يساعدون الركبه مالتك، هذا للركبه. هاي اذا تدخل بيوت عالم، كمامة مال شغل او مال المواد السامة، سدادات اذن اثناء الشغل اذا الصوت مزعج كلش مثلا. هاي الميكانيكية كلش تفيدهم اذا يفترون جوا السيارات، ما ادري اذا مبين الفيكة مالتهم، كلش تساعدك هاي. فاحنا مو عندنا الهوم ديبوت، هنا تقريبا مثل الهوم ديبوت بس عدة ادواته مختلفة. هنا هم اشوفه مثلا هاي اجهزة ما اعرف مال شنو الصراحة، استخدامات غريبة وعجيبة يعني، بحيث شوفوا هنا اجهزة اول مرة ذا اشوفها، اجهزة ما اعرف شنو تستخدم اصلا يعني. هذا الجهاز ما اعرف همين ايش يستخدم، تصوريكم وش لكم الحديد يعدل، ما ادري. وعندكم هذا مال الاسمنت، ما ادري مال الخبط يسموه، وهذا اتصور اللي بلط الشارع تشغلوه فوق البلاط اعتقد يسوي عدل او حتى لو تراب. هاي الادوات او الشغلات كلش ثقيله، تكمش بيها اي شيء تريده يعني، تضب عليه ويكون شكمش ما يتحرك ابد. واما هنا شوفوا لي هاي كل هاللي قدامكم هي الشغلات اللي تشيل بيها السياره، هي ابويا. واخاف تحتاج نوع من انواع التايرات، هم كله موجود. وعندك حتى هاي مال فليمز موجود اللي يطلع لك غاز، وهاي اسعارهم. هاي همين كلها اجهزه، ما اعرف شنو استخدامات هاي الاجهزه صراحه. شوفوا هذا بسبع دولارات فقط ويا التاكس، هذا تضغط الماده اللي انت تريدها بيه وراها تنظف بالماده اللي انت تريد بيها، تقدر تحط قاتل حشرات، تقدر تحط الماده اللي تنظف بيها السياره وتبخ بيها السياره مثلا. اما هذا ب 15، هذا انه حجم كلش اكبر. هنا انواع الصوندات، هنا عندكم انواع الفتحات مال المي، موكو مال الكهرباء، هذا لا مال المي، هذا يوزع لك المي ما يوزع لك الكهرباء، عرفتوا؟ هذا هواي ناس كل بأمريكا ومن أقاربنا وأصدقائنا يستخدموا هذا، تحطه مثلا برا الجراج بمغناطيس يسد من بحده ما يخلي البعوض يدخل للجراج لما أنت تشتغل بالجراج أو تخلي الجراج مفتوح، يعني ما يدخل شيء للجراج، عرفتوا؟ وكو ناس يحطوه قدام الباب مال بيتهم همين، سعره فقط 25 دولار. وعندكم هذا هنا من أقوى أنواع المقصات، هذا تقص به أي شيء، أي نوع من أغصان الشجر مثلا يعني، أو حتى حديد، كل شيء قص. وخاف عندك حفرة عملاقة، ها عندكم هذا عملاق. والناس اللي يشتغلون هواية تحتاجون كرسي مثل هذا يتحمل وصغيروني ما ياخذ مساحه، هذا عندكم يفك الزناجيل ويربطها، وهذا نسيت شو تسموه بالعراقي، بس شوفوا الاحجام لحد هذا الحجم العملاق كلش، سعره 24 دولار يعني شنو هاي. هسه هنا اذا انتم تلحمون او تحبون اللحيم، عندكم هاي الاقنعه اللي تقدرون تلبسوها اشكال والوان، هاي سعرها 160 دولار تخيلوا. فباختصار هذا القسم كليته هي سوالف مال اللحيم واكثر، مو بس هذا. وهاي هنا عندكم هي اجهزه اللحيم، شوفوا اشكال والوان. وهنا كل هاي الاجهزه اللي حاليا قدامكم هي اجهزه مال تنظيف اوراق الشجر، اتصور احنا عندنا هذا فيسموه بلاور او ماون بلاور او هيك شيء، انه يعني ينفخ على الحشيش يطيره، وهذا يقص الحشيش، هذا يقص الزوايا اللي ما تقدر انت تقصها بالماشين بالجهاز هذا اللي تشغله، فهذا يقص لك اياها. هذا انه متنقل جوا، اكو مثل البليد او شفره تتحرك تقص الحشيش. اما هاي الشغلات اللي تحطون بيها الاغراض مال التصليح، اكو يوصل سعرها الى 15 20 30 50 الف دولار عادي. انا مرويكم واحده قبل، واحده من عندها رويتكم شلون رجال كلش ضخم فتح هاي وصعد عليها وما تتكسر ابد، لان يعني صناعتها شيء خيال مجنون. هاي الاسعار مالتهم طبعا صراحه اسعار مقبوله جدا. شوفوا لي هذا القسم كله شكو سوالف تتعلق بنفخ التايرات او نفخ اي شيء، فموجوده هنا يعني قسم كامل. ما ادري ليش تحسوها سيارات مال
الفراري او هيك شيء، شكلها كلش حلو، الالوان مالتها جميله، فاي كل هالاجهزه اللي تشيلون بها السياره، بس هذا كيوت صغير ولونه حلو. فالمحل انا دار اويكم فقط اجزاء سريعه من عنده، مثلا هذا القسم اللي هو تحطوه على السياره من قدام، مثلا عندك برونكو او رانجلر او وات ايفر، تحط هاي اللي قدام تسحب بيها سيارات، اللي اعتقد يسموها رنش، هي وينش، هذا يسموه وينش الظاهر. هاي هنا انا همين اجهزه ما اعرف شنو هذه، مكتوب عليها كومبريسر، كومبريسر مال شنو ما ادري، مال غاز يمكن ما اعرف. وهنا شوفوا لي انواع المطارق وانواع هذه اللي ما اعرف يسموها، هاي اللي تذبح بيها واحد تخوف، والله حاده فوقها شيء يخوف، هاي الظاهر هالقد ما حاده حتى حاط لها هاي حتى ما حد يطخها ويتاذى. هاي هنا كل انواع اللايتات اللي تحطها فوق التراك مالتك، هنا انواع هاي السوالف اللي تسحب بيها سيارات او تحطها جوا السياره، عرفتوا هاي الشغلات. واما هنا اصدقائي فعندكم مراوح تشغلوها، طبعا هاي مو كلها، اكو المفروض تجي احجام ضخمه جدا وغاليه جدا، هاي تشغلوها مثلا بالجراج اذا تشتغل بالحر كلش، تخلي المكان بارد. واما هنا فقسم الاضويه اللي تستخدمها اثناء الشغل. يعني الغريب اصدقائي انه كل هاي الشغلات اللي عندهم اياه وانا رايح على مود شيء معين وما لقيته، بس موجود بفرع ثاني بعد 20 دقيقه فصراحه اوصل له. حنشوف اذا عندهم هذا الشيء الثاني وش عندهم شغلات ثانيه مميزه او اشياء غريبه، احب اصور انا الاشياء الغريبه المميزه. شوفوا هذا احيانا تحتاجوه بسحب السيارات وهاي السوالف، هذا ثقيل كلش، تربطه بشغله واكو جهاز يسحب القطع الشغلات اللي تريد تعدلها بالسياره، ما ادري اذا فهمتوني. شوفوا هاي كل اللي تحتاجه بعده تصليح البيت او السيارات او الفتح والشد او اي شيء، 301 قطعه سعرها 220 دولار، هاي تغنيك عن مليون الف شغله، عرفته ببوكس واحد. واخيرا اصدقائي لقيت الشيء اللي جاني على موده اللي هو هذا. هذا عبر الهيدروليك يقدر يفتح او يشد اي قطعه انت تريدها، تربطها بحبل، تربطها بشجره، تربطها باي شيء، مثلا اكو طعجه بالسياره، اكو فريم يتعدل، اكو اي شيء، هذا يساعدك. ومو بس هذا، وايضا عندكم هذا، همين اجيت على مود الصراحه، فبس راح اسالهم اذا الترجيع ايش قد، يعني يجوز ارجعهم يجوز ما ارجعهم، ما اعرف صراحه، لازم اجربهم، لين هذا هم كلش يساعدك بتعديل الطعجات مال السياره او الضربات او هيك شيء، احيانا احتاج كلش هيك سوالف توفر علي الاف او مئات الدولارات. ومو بس هذا وهذا، انما هذا الثاني ايضا، هذا سعره 150 دولار الى حد 8000، هذا الثاني سعره 220 دولار الى حد 20000 ال بي ما ادري ايش قد، بس انا احس هذا كلش زايد، هذا راح اخذه ان شاء الله. وهذا وايضا هذا كلش راح يساعدونا بتعديل طعجات السياره وضربات السياره. واما هذا يسموه هيدروليك بانش، المهم ما اعرف شنو قصته لهذا، المهم انا كلش حبيت سوالف الهيدروليك، لان هاي السوالف اصلا شفت عليها فيديوهات كلش واكثر الناس اللي يشتغلون بتصليح قطع السيارات او الطعجات او الضربات ويعدلوها ويسحبوها وما ادري شنو يستخدمون هيجي اجهزه، ولكن طبعا اغلى واغلى حسب انت، كل ما تصير بروفيشنال اكثر او عندك محل اكبر تجيب بدل ما هاي هالقدوته مثلا تجيب قطع كلش عملاقه، ما ادري اذا افتهمتوني. واذا تتذكرون مره رحنا للوال مارت ندور على هيجي سوالف وجبنا من عندهم، بس كان اكو كميه كلش قليله وبسيطه بالوال مارت، اما هنا مختص بحيث تشوفوا كل هاي الاشياء اللي انت تحتاجها. كمثال لما تريد تبدل شباك السياره او تفتح البطانه مال الباب، هذه كلش تفيدك، هاي قبل تساعدك، ما تحتاج تحط ايدك وتتحس ايدك واصابعك وتتاذى، عرفتوا. وهاي الحبه اشكالاتها مين كلش راح تفيدك. ومو بس هاي، عندكم هاي اللي فوق التاير ما اعرف شو يسموها، بها دائما كليبسات مثل هاي تكون ناقصه او ضايعه، فانت تجيب لك باكيت مثل هذا مليان كليبسات للصبح، ايش قد اي نوع تريد، ايش تتخيل نوع كليبس تريد موجود، ومن كل نوع عندك 20 واحد من كل نوع من هذا الكليبس، بعد شو تريد لبى ام المربى. يا اخي امريكا فشي مختلف يا اخي، شوفوا هاي السوالف كلها، اي شيء اشتري من هذا المحل عندي 90 يوم 3 اشهر، المهم الرسيت يكون عندي موجود وارجع الشيء اذا ما عجبني، 3 اشهر تخيلوا 3 اشهر، يعني حتى امازون مو يجي، امازون اعتقد شهر. وهذا اخر واحد موجود عندهم، عليه طلب عالي وكلش مفيد وكلش الريفيو عليه عالي، هذا ابويا راح يحبه اكثر مني، لان ابويا يموت على السوالف ما الدفع والهيدروليك، وابويا مهندس من جامعه بغداد وبالامارات كان يشتغل مهندس ويموت على الهندسه ويموت على الرياضيات ويموت على هاي السوالف، تتعلق بالحسابات والزوايا والاو دقيق بيها كلش بشكل فظيع. اما اني سبحان الله لا، ما احب الرياضيات ولا احب هالسوالف. وهاي مثل ما قلت لكم، شوفوا هذول اللي يبدلون الشبابيك الاماميه مال السياره، هذا جهاز يساعدهم، هل قدوته صغيروني طول مخصص لهذا الشيء. وللعلم اني شخصيا كلش فرحان بهاي الشغلات، هاي الشغلات ممكن تسيف لك قلت لكم مئات الدولارات، هنا اذا واحد يحل لك سالفه هل قدوته يقول لك اعطيني 100 دولار 50 دولار اقل شيء، وماني احلها بنفسي بهاي الادوات اللي سعرها هسه هاي كلها ب 8 دولار.
مثلا، هاي كلها ب 15 ما ادري 12 مثلا. شوفوا لي هذا، هذا يكمش لك الفتشيت تصبغ به من دون ما انت تكمش بنفسك، عرفتوا؟ يصير مثل المسدس اسهل عليك. يعني مثلا انا اريد اصبغ فتشي بس ادوس هيجي وخلاص، هذا هو عرفتوا، ما يحتاج انه اكمش العلبه نفسها وممكن توقع من ايدي او هيجي. واعتقد واحد من الاشياء اللي يستخدموها بسحب السيارات هو هذا، همنا بالهيدروليك تربط السياره او القطعه اللي انت تريد تسحبها مثلا او تعدلها بهذا الشيء، وبعدين هذا يقوم يدفعها حسب الاتجاه اللي انت تريده. واحيانا تحتاج شناقيل مثل هاي، يسموها التشين هويست او ما اعرف يسموها، اللي هي باختصار هذه همنا احيانا ممكن تحتاجها، فهاي بالمستقبل يجوز نجيب من عندها للجراج مالتنا والله اعلم. طب شوفوا لي هذا الجهاز، هذا هذا يحفر لك اي حفره تريدها بالقاع حتى الى حد 6 ديامتر. فاشترينا كل هاي الحبشكلات كلهم طلعوا 475 دولار، عدي 90 يوم اذا ما عجبني شيء احتمال ارجع هذه بالمستقبل، لان هاي عندها نفس الغراض مال هاي، فاذا هاي خلص يعني كفتني ووفتني ارجع هذه عرفتوا. ويجوز يصير العكس، ويجوز مثلا هاي ما تعجبني وتفر، المهم ايش قد حلو 90 يوم 3 اشهر ايش قد حلو ما شاء الله. شوفوا بمنطقتنا التعبانه ارلينغتون عندنا هذه الاماكن الحلوه اللي هو مثل مجمع كلش راقي بارقى المحلات وبسمم هناك بستاربكس، هنا نجي دائما نقعد نمنتج وهيجي ارقى واحد حاليا هنا اعتقد، ومع انه بالنهايه هي هاي ارلينغتون اسفه المناطق بالنسبه لي يعني. اخوان عمر زكي لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت مفضله وتتابعون اخر الفيديوهات. الى اللقاء.